اكتر حاجة مميزة في الاوكتافيا هما حاجتين اكتشلي، مساحات العربية، لان العربية الاوكتافيا هي تعتبر اكبر عربية في فئتها. مش بس كده، هي كمان في مساحتها بتقرب كمان من الفئات الاعلى منها، فدي حاجة مميزة جدا في الاوكتافيا من زمان. الحاجة التانية المميزة في الجيل الحالي دي اللي هو التصميم بتاعها الداخلي والخارجي، في ثورة حصلت في الديزاين بتاع العربية من بره ومن جوه ملحوظ جدا. العربيات الأوروبي in general دايما بيبقى فيه minimum safety requirements، دي بتبقى basics في مواصفات الأمان، بتبقى basics لازم تكون موجودة في أي عربية أوروبي. فاحنا طبعا بنفولو الاستراتيجي دي في ان احنا عربياتنا كلها بتبقى فيها ايرباجز، اي بي اس، اي اس بي، اي اس ار، الديفرنشال لوك، كل الوسائل الامان اللي بتكون موجوده متوفره بتبقى موجوده اوريدي في اي عربيه سكودا. شنطه الاوكتافيا على سبيل المثال دلوقتي بقت 600 لتر، حاجه طبعا مميزه جدا في اوكتافيا من زمان موضوع الشنطه اللاف باك اللي هي الشنطه اللي بتفتح بالازاز زي ما احنا شايفين دلوقتي، دي حاجه مميزه قوي من زمان في الاوكتافيا. العربيه دلوقتي بقى فيها وايرلس شارجر من اول فئه، الميتريكس تكنولوجي دي بتتحط دلوقتي في الفئات العاليه اللي فوق المليون، فان احنا بنتكلم في عربيه تحت النص مليون جنيه فيها ميتريكس ال اي ديز تكنولوجي، طبعا سعره مناسب للتكنولوجي دي للفئه السعريه. ناس كتير كانت بتحب الانجن اللي هو التربو، بس طبعا كان مشكلة دايما ان بيجي بالفتيس اللي هو الدي اس جي اللي كان اوريدي مر بمشاكل على مر الوقت مع في دبليو جروب. عموما حاليا الاوكتافيا بتتقدم ب 1400 تربو مع فتيس 8 سرعات اوتوماتيك عادي. بالنسبة لأسعار العربية، احنا بنتكلم أول الفئة الأمبيشن ب 400,000 جنيه، 399,999. الفئة الثانية ب 460,000. الفئة الثالثة وهي فئة 2000 سي سي ار اس، دي الفئة الرياضية، ب 650,000 جنيه. احنا العربية ضمان 3 سنين 100,000 كيلو، ده الضمان الحالي للعربية. على مستوى السكودا عامة احنا محققين نجاح واضح، مش 40%، احنا دلوقتي 60%، السنة الجاية بنتكلم على 60% تانيين، وفي خطة ان هي تبقى 150%، يعني 60 وفي خطة potential plan انه 150. فوليوم كبير، احنا يعني بنشتغل على كل الفئات، على كل الاسعار، على كل العربيات، بنحاول مع المصنع ان احنا نوفر اكبر كمية باحسن سعر ممكن علشان ناخد مركز كويس في كل فئة من فئات السوق. في دبليو جروب حاليا بتليد الحتة الكهرباء دي في كل الأسواق الأوروبية دلوقتي، فإحنا as part من الجروب ده بسكودا عندنا خطة طموحة جدا في مصر إن إحنا 2023 هيكون عندنا 6 موديلات جداد كهرباء.